بيبدأ فيلمنا في فيتنام سنة 2008، وبنشوف جونج اللي بيساعد سايح ان هو يبني المنتجع بتاعه فين، وبيقول له ان هو كلم ليه شخص اسمه تشونج هيساعده في بناء المنتجع. وفعلا تشونج بيجي ليهم، ولما بيركب السائح العربية معاه بيفضلوا رجالة تشونج يضربوا فيه، وبيقول له تشونج انك مخطوف. وفي الوقت ده بنروح لمجرم بيقتحم محل وبيفضل يكسر فيه، فبيجي شرطي ومش بيبقى عارف هيعمل ايه، فبيستدعي الشرطي سوك وبيقول له ان ده مجرم مجنون معروف بالعربيد، فبيدخل ليه سوك من الجهة التانية للمحل، وبنشوف ان هو بيكون شجاع وبيقدر يتمكن منه. وبيشوف ان في الصحف الناس بتقول ان الشرطة بتعامل المجرمين بعنف، وبيكون الشرطة متدينه وبيجي قائدهم لسوك، وبيقول له ان هو يروح لفيتنام لان في مجرم هناك اسمه جونج من كوريا سلم نفسه، وانهم عايزينه في القسم هنا علشان يستجوبوا ليه عمل كده، وبيقول له ان هو يجي معاه لانه بيعرف يتكلم لغتهم. وفعلا بيروحوا فيتنام، وبيطلع جيون قائد سوك فشار ومش بيعرف يتكلم لغة فيتنام، فبيتقلب كرامتهم في المطار. ولكن بارك موظف القنصلية الكورية بيجي ليهم وبيخرجهم وبيعزمهم على مطعم، وهناك بيشوف سوك افراد عصابة كوريين، وبيقول ان العصابات الكورية بتيجي فيتنام علشان تهرب من الحكومة ويعملوا اعمال اجرامية هنا. وبالصدفة بيشوف سوك صاحبه جازولين اللي بيقول له يخلي باله من نفسه لان في فيتنام مفيش اي سلطة للشرطة الكورية. وبعد كده بنشوف ان هما بيروحوا للقنصلية مع بارك اللي بيخليهم يقابلوا المجرم جونج، وبيسألوه ليه سلم نفسه فمش بيجاوبهم. وساعتها جيون بيقفل كاميرا المراقبة، وبيفضل سوك يعذب في جونج لحد ما بيقول ليه الحقيقة وانه يسلم نفسه لان في صديق ليه اسمه دو وفرد عصابة اسمه كي كانوا عايزين يقتلوه، وبيقول لهم على مكان دو. فبيخرج سوك وجيون وبنشوف ان هما بيروحوا عنوان دو، ولكنهم بيتفاجئوا لما بيلاقوا ميت، فبيرجعوا للمجرم جونج وبيهددوا سوك علشان يعرفوا مين اللي قتل دو. فبيقول له جونج ان هما خطفوا شخص غني اسمه سانج مع قائد العصابة بتاعتهم واللي اسمه تشونج. وبنرجع للوقت اللي هما خطفوا فيه السائح، وبنشوف ان يوميها كان موجود مع دو، وان رجال العصابة بدأوا يتعصبوا على بعض فوقفوا السيارة، وده اللي سمح لسانج بالهروب من العربية، فبيطاردوه افراد العصابة وقدروا يمسكوه. فبيقول لهم على الرقم السري لاوضته في الفندق وان فيها فلوس كتير ياخدوها بس يسيبوا يعيش. ولما بيبقوا هيعملوا كده بيتفاجئوا ان شيونج بيجي وبيقتله، وبيخلص على فرد العصابة اللي بيعارضه. وبعد كده بيقدروا يسرقوا الفلوس اللي في الاوضة بتاعت سانج، وبسبب ان شيونج غالبا كان واخد افكاره من الشيطان بيقطع دراع جثة سانج، وبيبعت رسالة لابوه بيقول له لو عايز يشوف ابنه تاني يدفع لنص مليون. وبنرجع للحاضر، وبيقول جونج ان بعد يومين خد الفلوس فخاف هو ودو منه وعلشان كده هربوا، وان من ساعتها هو حاسس ان هو متراقب فقرر يسلم نفسه ويخليه سوك يكتب ليه عنوان جثة سانج. وبعد كده بيكلم زمايله في كوريا وبيقول لهم يبحثوا ليه على مجرم اسمه شيونج. وبعد كده بيروح هو وبارك وجيون لمكان الجثة وبيفضلوا يحفروا لحد ما بيلاقوها، وبيتصل سوك بصاحبه جازولين وبيقول له لو يعرف مكان رجل العصابات شيونج. فبيقول له جازولين ان في شخص اسمه ريكو سأل عليه من يومين، وبيعرفه المكان اللي قابله فيه. وفي الوقت ده بنروح لمرتزقة، بيروحوا لشخص بيقول لهم ان هو شاف رجل العصابات شيونج بيخرج من الاوضة ديت، وفعلا بيدخلوا الاوضة وبيلاقوا فلوس الفدية. وبنرجع لسوك وجيون اللي بيروحوا للمكان اللي قال لهم عليه جازولين، وهناك بيلاقوا ريكو وكمان الشخص اللي بلغ على مكان شيونج. ولما بيسأل سوك ريكو هو شغال مع مين، فبيقول له مع مرتزقة بتأمره انه يعرف مكان شيونج وان الشخص ده هو اللي ساعده، فبيعرفوا منهم مكان بيت شيونج. وفي الطريق بيعرف سوك من زمايله ان والد سانج رجل اعمال فاسد، فبيفهم ان ريكو تبع مرتزقة تابعين لوالد سانج اللي بعتهم علشان يقتلوا اللي خطفوا ابنه. وفي الوقت ده شيونج وصل بيته وبيعرف ان في مرتزقة هناك، فبيبدأ عركة معاهم وبيكون محترف وبيقدر مع صاحبه يخلص عليهم. وبيقول لقائد المرتزقة مين اللي بعته ليه، فبيعرفه ان هو والد المخطوف سانج. فبيتصل بيه شيونج وبيقوله ان هو عايز فلوس والا هيروح لكوريا ويقتله، فبيقول له تشون والد سانج ان هو يخلص عليه. وبنرجع لسوك وجيون اللي بيوصلوا بيت شيونج، ولكن فجأة بيهجم شيونج على جيون وبيطعنه، وبيحاول هو وصاحبه يقتلوا سوك، ولكنه بيكون قوي وبيضرب صاحبه
وبنشوف ان الشيونج بيهرب، وبنروح للجون اللي بيكون في المستشفى، وهناك بارك بيقول ليهم ان الشرطة قالت ليه انكم لازم تترحلوا، فبيضايق وبيروح سوك لصاحب الشيونج وبيقول له يعرفه مكان رئيسه، ولما بيعرف بيروح لجيون وبيعرفه ان هم هيروحوا لكوريا لان شيونج راح هناك علشان يقابل تشون والد سانج، وفعلا بيرجعوا كوريا وبيروح سوق لراجل فاسد بيسفر الناس بطريقة غير شرعية وبيسأله لو في امبارح شخص جه من فيتنام عن طريق سفينة، فبيديه الراجل كارت كيم سواق السفينة اللي بتهرب الناس من فيتنام، ولما بيروح ليه سوق بيعرف من كاميرات المراقبة ان شيونج وصل امبارح البلد، وتاني يوم بيعرف والد سانج ان ابنه مات ومش مخطوف زي ما شيونج قاله، وانه كمان وصل لكوريا، فبيقول لرجالته يقتلوه. وبنرجع لسوك اللي بيروح لعزا سانج وبيقابل مرات والده التانية، ولما بيسألها جوزها بيشتغل فين بتقوله على المكان، فبيروح لتشون والد سانج اللي بيكون معاه شيونج اللي متنكر في هيئة حارس، وبنشوف ان هو بيقتل الحارس الحقيقي وبيقول لتشون ان هو عايز الفلوس، وبنشوف ان هو بيخطفه وبيبعت رسالة لمراته وهو بيعذبه وبيعرفها ان هو هيقتله لو ما دفعتش ليه $500,000، وبيديها رقمه علشان تتصل بيه، فبنشوف ان سوك بيقول لمرات تشون تتصل بشيونج علشان تتفاوض معاه، وفعلا بتعمل كده وبتقدر انها تخليه يقابلها بكرة علشان تشوف جوزها حي ولا لا، وكمان هيكون معاها سواق، وبيختار سوك ان السواق ده يكون صاحبه اللي بيهرب الناس من الدول، وبتكون فلوس الفدية معاهم. وفعلا الخطة بتبدأ وبيكونوا في رجالين بيراقبوهم، وبتكلم مرات تشون شيونج وبتقوله تقابله فين، فبيقدروا الشرطة يتعقبوا المكالمة، وبيبعت سوك راجل من رجالته للمكان اللي بيلاقي فيه فعلا تشون، وبيكون هيهربه ولكن شيونج بيجي ليه وبيطعنه وبيبقى هيقتله، بس بسبب ان افراد من الشرطة بيجوا هو بيهرب بسيارة، وساعتها بيكلم الراجل سوك وبيقول له ان في سيارة بتراقبهم، فبيقول له سوك يقبض عليهم لان دول رجال تشونج والوحيدين اللي يقدروا يوصلونا ليه، وفعلا بيفضل الراجل بتاع سوك يطاردهم، وبيقدر فعلا يتمكن منهم وبينزل مرات تشون وبيهرب هو بالفلوس، ولكن فجأة سيارة بتخبطه بيطلع ان فيها شيونج وبينزل علشان ياخد الفلوس، ولكن الراجل التاني بيهرب في تاكسي بالفلوس، وبنرجع لسوك اللي بيعرف كل اللي حصل وبيكون متضايق، وبالليل بيكون الراجل اللي كان مع سوك هيهرب من البلد، ولكن شيونج بيجي ليه وبيكون في الاول جانج هيقتله وبيطلع سكين، بس لما شيونج بيقرب منه بيجيب جانج ورا وبيسيبه وبيهرب، وساعتها بياخد شيونج الفلوس وبيركب حافلة، ولكننا بنعرف ان جانج بيراقبه وبيكلم الشرطة علشان يكون استفاد حاجة بدل ما يكون خاين وموقوس، فبنرجع للحافلة اللي بيتم توقيفها في الطريق، وبنشوف الضابط سوك بيدخل الحافلة وبيخرج كل اللي فيها وبيفضل هو وشيونج بس اللي بيعرض عليه يقسموا الفلوس، ولكن سوك مش بيرضى وبتحصل عركة قوية ما بينهم وبيتمكن منه في الاخر، وبالشكل ده بيكون نقص تشون والفلوس.